بمشاعر الفرح الغامر وابتهاجا بالعيد الوطني 43 المجيد، خرج أهالي ولاية مطرح في مسيرة ولاء وعرفان انطلقت من أمام الطريق البحري المقابل لسوق مطرح، مرددين هتافات الحب الصادق لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة أبقاه الله. المسيرة جسدت التعبير العفوي لأبناء الولاية عن امتنانهم وشكرهم للقائد المفدى لما تحقق على أرض عمان من منجزات ومكتسبات جعلتها في مصاف الدول المتقدمة، حيث عبر الصغار قبل الكبار عن مشاعر الحب الصادق للقائد المفدى حفظه الله. المسيرة عبرت الشارع البحري بمطرح لتحط رحالها أمام قصر العلم العامر، حيث تبارى الشعراء في إلقاء قصائدهم وقدم الأطفال لوحات منوعة، فيما تغنت الفنون العمانية بأعذب الأغاني التي جسدت في كلماتها منجزات النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة قائد البلاد المفدى حفظه الله. لوحة وطنية قدمها أبناء ولاية مطرح في مسيرتهم التي جاءت في ظل الفرحة الوطنية التي تعيشها عمان احتفالا ب43 عاما من عمر النهضة المباركة التي أرسى دعائمها وقادها بكل حكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة أبقاه الله.